السلام عليكم، مرحبا بكم معايا طبعا في قناتي وقناتكم اللي هي جميلة برستيج. شوية رجعوا للمرمى، الناس العشاق المرمى. هذا الموديل هذا كاقتراح، وقت نقترحه عليكم فقط. بالنسبة لهاد الموديلات هادو اللي كنسميوهم جليش، صراحة هما زوينين، يعني كيجيهم داك المنظر ديال داك الجليج البلدي اللي كنا كيتخدم في الديور. هذا البلديين كيجي زوين. هذا الموديل مخدوم البنات بالماتسونو بهاد البلو روا كما كتشوفوا معايا، وهاد الارجونتي هذا. نتمنى فعلا هذا الموديل هذا يعجبكم. بالنسبه لهذا راه نص سوق 40 سنتيم. كيسولوني البنات دائما على العبار ديال الكمام اللي هما هادو هما العبار ديال الكمام. البنات العبار ديال الكمام الكم شحال كيكون فيه نص نص بهذه الطريقه هذه. الا عبرنا الكم من لهنا لهنا كيكون 16 طبيعي، 16 او 15. كاينين الناس اللي كيبغيوه عرض بزاف بحال دوك جلال المخزنيين، هذا كيكون 18 كيكون 20 كيكون حتى 24. هذا هو الكم ديالنا، اذا فيه قلنا 16. انا ماشي 16 سنتيم هي اللي غنخدم في المرمى، لا غنشد لكم، يعني كنتخيلوا هذا هو الكم، كنشد لكم دابا هذا هو الكم بهذه الطريقه هذه. هذا هو الكم ديالي، انا غادي نشد غادي نحل لكم وغنعبر من الراس من الراس حتى الراس. شحال عندي؟ غادي نلقى طبعا 16 و16 32. اذا ما غاديش نخدم 32، علاش؟ حيت عندي سنتيم ديال الخياطه اللي كيتسد هنا. اذا غنخدم انا 31 او 30 هي اللي كنخدمو فقط. هذا بالنسبه للتساؤلات دائما اللي كتجيني على العبار ديال الكم والطريقه ديالو. كما قلت لكم البنات كنعبر الكم شحال عندي، شحال عندي في الكم او الخياط شحال غيدير في هذاك الكم، على حسب الخياط شنو غادي يدير. غادي نضربها على جوج، عطاتني 16 غنضرب على جوج، عطاتني 18 غنضرب على جوج، عطاني 20 غنضرب على جوج. كاينين لي مونج اللي كذلك كنديروا غير 14 او 12 كيكونوا سليم يعني مزيرين. فكذلك كنعبروهم وكنضربو في جوج، وكتعطينا هاد العمليه هذه هي اللي كنخدم عليها انا العبار ديال الكم. كما قلت غير فقط حاجه وحده كنقص سنتيم او جوج اللي هو كيمشي ليا دائما في الخياطه، فانا كنقصو ما كنسدش من لهنا، ما كنفينيش يعني من لهنا ما كنسدش الخيط هذا. علاش؟ باش ما ربانا يكون شي باقي شي صف خاصو يتحيد، فكيجي ساهل السيده اللي كتركب غير كتنسلو بحال هكا وكتخدم، ما كيكونش واحد يعني واحد المشقه فيه. نستوق كما قلت لكم راه دائما كيكون 40 بالنسبه لهاد الموديلات هادو اللي ما فيهمش الهدب. الموديلات اللي فيهم الهدب راه كيكون ناقص طبعا، لان كنعبروا الهدب ديالنا، فكيكونوا هذوك الموديلات راه انا ديجا قايله لكم العبارات ديالهم. نص السوق البنات دائما 8 او 7، 8 او 7 ما كنفوتوش هاد. الا فتناها راه كيجي محلول، محلول بزاف. كنت ديجا قلت لكم ان نتمنى البنات اللي كيخدموا المرمى ما يجيوش مثلا هنا، هنا كاين عندنا زواقه نجي هنا وكنخليها عاديه، مثلا نمشي غير بهذا الزرق هذا هنا صافي. لا، نحاول واخا ما عنديش الرشمه فيها، نحاول انا ندير الرشمه في هاد الفتحه ديال الكم. نتمنى فقط نكون فدتكم ولو افاده غير قليله. غنخليكم مع موديلات استعراض ديال اللي هما زوينين، هما اللي خارجين في الساحه دابا، ماشي ديال طبعا ماشي ديال الوجوه اللي خدمنا او الوجوه ديال الحيوانات او الوجوه كذلك ديال 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 الانسان اللي خدمنا في هذا الصيف هذا. كاينين موديلات هادو اللي كنسميوهم ديال الشليجه، فصراحه يعني كاينين موديلات زوينين ورائعين ومخلطين فيهم الالوان لصيف والشتاء. نتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو الاستعراضي اللي غنخلي لكم. كذلك دائما كما كنقول خليوا لي تساؤلاتكم في التعاليق اللي دائما كيشجعوني، وخليوا لي اكثر واكثر الموديلات اللي بغيتوني نحط لكم. بالنسبه لهذا الرشمه هذه غتلقاوها في الانستغرام عندي. البنات اللي باقي ما تواصلوش معايا في الانستغرام وباقي ما دخلوش عندي، مرحبا، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، وكذلك غنخلي لكم في التعليق الاول غيكون ان شاء الله بانجلي يعني مثبت، وغادي تلقاو الانستغرام. ومرحبا واهلا وسهلا بالناس اللي دخلوا جداد للقناه، الناس القدام داركم كما كنقولوا دائما، وكذلك الناس الجداد ما تنساوش لي جيم والتعاليق الزوينه، وتبارطاجيو فيديوهاتي مع الناس باش يوصلوا لاكثر عدد ديال الناس. وكانت معكم طبعا جميله على قناتي وقناتكم جميله برستيج.